ويبدو اللي عم بيصير اليوم صعب جدا انك تفصل الداخلي عن الاقليمي. بدي اعرف رايك باللي عم بيصير تحديدا اليوم بسوريا، لانه هي سوريا على نفس خط التوتر في الذي يمر عليه العراق. ما يحصل في سوريا يعنينا الحقيقه، ووضع سوريا يؤثر مباشره على وضع العراق بصورة عامة وعلى وضع أقليم كردستان بصورة خاصة. وتعرفين في عدد كبير من الكرد يعني بالملايين يعيشون في سوريا ومحرومين من حتى من حقوق المواطنة مع الأسف الشديد ولحد اليوم. فلذلك تم إعطائهم بعض الهويات في بداية الأزمة. قليل جدا، يعني ما أعرف حدود 10,000 يعني من مجموع 3 ملايين يعني. وأصلا هذا يعني استطيع ان اقول انه عيب مواطنك تعتبره انجاز واحد يعيد له الهويه او الجنسيه. لا، يهمنا جدا ان الشعب السوري اولا هو يقرر ماذا يريد او كيف يحكم نفسه او من يحكمه. بالنسبه لنا ايضا مهم جدا ان يكون للكرد مستقبل ووضع يختلف عن الوضع السابق والوضع الحالي. هناك من يقول اليوم ان وضع الكرد مع هذا يعني مع النظام الحاكم حاليا في سوريا قد يكون افضل من وضعه مع اي نظام قادم. انت هل راضي على مواقف الكرد اليوم؟ وهل يمكن الحديث اصلا عن موقف كردي واحد سوري يعني داخل سوريا تجاه النظام؟ ساعدناهم في عقد مؤتمر في اربيل قبل فتره وتوحد خطابهم، لكن الكرد لا يمكن ان يركضوا وراء لا المعارضه ولا النظام. يجب ان يتاكدوا من ان وضعهم سوف يختلف ويكون هناك اعتراف بحقوقهم. هل هذا كان وراء انسحابهم من المجلس الوطني؟ بالتاكيد يبدو ما كانوا راضين من التعامل او من يعني مستوى التفاهم، بس هم يقررون في الحقيقه يعني بالنتيجه الكرد في سوريا هم يقررون ماذا يريدون ومع من يتعاونون. طيب طبعا يعني حزب العمال الكردستاني الموجود على الحدود بين تركيا وسوريا والعراق ورقة ضغط ساعة هنا وساعة هناك. هناك من يقول بأن النظام السوري يستعملها ورقة ضغط اليوم على تركيا. كيف تقرأ وضعهم؟ كيف نستطيع أن نقرأ علاقتهم فيكم؟ هل هم خطر عليكم؟ أنا لست راضي عن كل ممارساتهم، ونحاول أن نساعدهم في تصحيح الأخطاء اللي ارتكبوها. بالضبط شو اللي ما راضي عليه سيادة الرئيس؟ لأنه يعني إذا قبل كل شيء أنا مو راضي أنه التأكيد على استمرار القتال. لا يمكن حل القضية الكردية بالقتال بعد اليوم. أنا كنت مجبر ومضطر أحارب لأنه كنت يعني الحركة الكردية بصورة عامة كانت مجبرة على القتال لأنه لم يكن هناك اعتراف، لم يكن هناك مجال، لم يكن هناك اعتراف دولي أو اهتمام دولي. الآن الوضع يختلف في اهتمام دولي. الأكراد تركيا يعني يواصلهم حقوقهم وهن ما بدهم في يعني في عندهم نواب في البرلمان في اعتراف بوجود الشعب الكردي في تركيا. ممكن البناء على هذه الخطوات. أنا ما أقول تحس في ثغرات يمكن البناء عليها. أنا لا أقول أنه ما حصل في تركيا هو شيء كبير جدا، لكن بالنسبة إلى تركيا شيء مهم ممكن البناء عليه بعد الآن. يعني الفترة الماضية كنا نحافظ على هويتنا الوطنية وإثبات أو بتعبير أدق يمكن كنا ندافع عن وجودنا. الآن وجودنا أصبح حقيقة واقعة في كل الأجزاء وفي اهتمام دولي في أقليم الآن في 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 العراق في كردستان العراق. لذلك يجب أن نلجأ إلى الأساليب الجديدة. الأساليب الجديدة سلمية، تحاور بالطرق الديمقراطية. ليست هناك حاجة لاستخدام السلاح أو لقتل الجندي هنا وهناك، وهذا اللي اعتبره. طب بين ايران وسوريا وتركيا اين الاكراد وضعهم افضل؟ ليس هناك اعتراف حقيقي لا في ايران ولا في تركيا ولا في سوريا. هل تستطيع ان تقسم الحلم الكردي اليوم بين هالبلدان؟ اذا نقسمه اذا يعني لازم كل جزء يحل مشكلته وفق خصوصيات ذلك الجزء. لكن
اذا نقول الحلم، انا ما اعتبره حلم لانه الحقيقه ستتحقق في يوم ما. هي قضيه واحده. طب انتم اليوم بزياره للامارات بدعوه من رئيس الدوله، شو نتيجة لهذه الزيارة؟ هل هي سياسية؟ هل هي اقتصادية؟ زيارة سياسية واقتصادية وزيارة ودية. علاقات قديمة بيننا. زيارة تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة في المجالات الاقتصادية وحتى على المستوى الشخصي. وأيضا بدون شك يعني إلى جانب سياسي أيضا. لأن وضع العراق يهم دول الخليج بدون شك. فنحاول نشرح لهم وجهة نظرنا ونشرح لهم وضع العراق وتصوراتنا المستقبلية. ما هي وجهة نظرك اليوم على العراق؟ يعني هلا إذا هيك بدي أفهم بجملة واحدة. يجب أن العراق يكون عراق ديمقراطي يحكمه الدستور الذي صوت له الشعب. من يقف بوجه أن يكون العراق ديمقراطي يحكمه الدستور الذي صوت له الشعب؟ في قوى داخلية عراقية قبل ما نتهم أي دولة أو أي جهة خارجية هي التي تقف ضد تنفيذ أو تطبيق الدستور. يعني ليس هناك أسهل من توجيه التهم إلى دول أجنبية أو إلى قوى خارجية. المشكلة الحقيقة المشكلة هي داخلية. طب هل تحدثت مع أردوغان بموضوع أكراد تركيا سيادة الرئيس؟ طبعا بدون شك. دائما هذا أحد المواضيع المهمة اللي نبحثها سوية. رأيه هو مع الحل السلمي للقضية الكردية، وهذا لهذا أنا متحمس ومتفائل. هل طلب منك تشديد القبضة على حزب العمال الكردستاني كزعيم كردي؟ هو يمكن يعني هم يتصورون ربما أن هناك بالإمكان أن نشدد أو أن نضغط، لكن في الحقيقة ليس هناك حل لا بالضغط ولا حل عسكري. يجب في النتيجة أن يكون هناك حل سياسي. سيادة الرئيس اسمح لي أتحدث أكثر عن ما يقال من خلاف وجهة النظر مع الرئيس طالباني، ولكن بعد فاصل. فاصل مشاهدينا، ابقوا معنا. الخلاف الظاهر ما بين رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس إقليم كردستان قد يكون صورته الأساسية بأنه خلاف سياسي، إلا أن التساؤلات تطرح هل هنالك خلاف شخصي ما بين الجانبين؟ ما زالت لم تظهر أجوبة واضحة رغم ما طفى في الساحة العامة بأن هنالك قضايا اقتصادية كانت هي الأساس لهذا الخلاف، قد تكون ارتبطت بقضية النفط كردستان وقضية التسليح العراقي. لما ذهب رئيس الإقليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطلب أيضا بعدم تسليح الحكومة العراقية بطائرات F-16، كانت هناك مخاوف لدى الكرد من حكومة المركز والهيمنة على الآلية العسكرية والوزارة الأمنية، فلهذا كانت هناك مبررات أيضا من قبل ائتلاف دولة القانون والحكومة بأن هذه المخاوف ليس لها من الصحة أساس. من الصعوبة بصراحة أن نتكهن هل سوف تأتي هذه الاجتماعات بين الفرقاء السياسيين إلى حلول منطقية وواقعية يمكن أن تطبق على الأرض. ممكن أن نقول يعني هذا ما ننتظره في الأيام القليلة المقبلة. الأمور اليومية خطرة. رشيها بكل أمان مع ديتول معقم الأسطح الجديد، أفضل طريقة لجعل كل يوم آمن. جاهزين؟ هذا تصميم الجديد. يلا دافيين يعني الطبيعي في شاي ليبتون العلامة الصفراء يمنح عقلك الصفاء والانتعاش لتأتيك الأفكار بسهولة. تأتيك الأفكار بسهولة مع شاي ليبتون العلامة الصفراء. أنا يوكو ياماشيتا.
زيارة مع سان سيلك مجموعة جديدة من كريمات تصفيف المرطبات، تركيبتها غير الدهنية بتمنحك شعر فائق النعومة واللمعان مع ترطيب بدون طوال اليوم. جديد من سان سيلك، كريمات التصفيف المرطبة. لما ابتديت مشروعي في عمل أكلات للمناسبات الصغيرة بديت بصديقاتي، لكن واجهتني البقعة الصعبة حاولت لأريال. مع التركيبة الزرقاء الجديدة وحبيبات المايكرو بوسترز يتغلغل أريال لأعماق طبقات القماش وينظفها أفضل من أي مسقوق آخر. احذر برينجلز الجديد متفجر بمزيد من النكهة. برينجلز الجديد متفجر بمزيد من النكهة.